السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهارده فيديو جديد في قناه اعمل بنفسك. والفيديو بتاع النهارده هقول لك ازاي تقيس المكثف او كباستور الغساله ايا كان المسمى بالنسبه لك. هقول لك ازاي تقيسه بطريقه الصح عشان تعرف المكثف اللي في غسالتك او الكباستور اللي في غسالتك ضعيف او بايظ او عاوز يتغير او سليم، عشان تعرف تحدد المشكله اللي في الغساله. في ناس كتير بتواجهها مشكله ضعف ريشه او مروحه الغساله، بتلف بطيء، بتلاقي المروحه بتلف بطيء، وبيكون عندها كذا سبب للمشكله دي. منهم الجير بوكس ممكن يكون فيه مشكله، منهم المكثف ممكن يكون فيه مشكله، ممكن يكون الموتور نفسه هو اللي فيه المشكله. فازاي تعرف تحدد كل الكلام ده؟ اول حاجه خلينا نبتدي بالمكثف. في فيديو على القناه كنا بنعرف الناس ازاي تعرف الجير بوكس عندك بايظ ولا لا. لو عندك مشكله في الجير بوكس تقدر تخش، او شاكك في الجير بوكس تقدر تخش عندي على القناه وهتلاقي الفيديو ده موجود. فخلينا في حلقه النهارده هقول لك ازاي تقيسه، عشان في ناس كتير وفي فنيين كتير بلاقيهم بيقيسوا بسلك، بيقيسوا المكثف بسلك كابل عادي وبيقيسوا بيه، وهقول لك ازاي كانوا بيقيسوا بيه ودي طريقه صح ولا لا. وفي ناس تانيه بتقيس بالسيريال، اللمبه اللي هي السيريا بتقيس بيها المكثف، وبرده ده هقول لك ده صح ولا لا ان انت تقيس بالسيريا. وفي ناس تانية بتقيس بالافوميتر. هقول لك ايه الفرق بين الثلاثه، وهقول لك ايه الطريقه الصح اللي انت تقيس بيها وتعرف ان الكباستور بتاعك ده ضعيف ولا لا في فيديو النهارده باذن الله. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده سواء صيانه او بيع اجهزه، وما تبخلش علينا بدوس اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نشوف الطريقه عشان ما نطولش في فيديو النهارده ونشوف كل حاجه بالتفصيل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي تقدر تقيس المكثف بنفسك بتاع غسالتك، وازاي تعرف تحدد اذا كان المكثف بايظ ولا لا. زي ما قلنا في بداية الفيديو في 3 طرق، وكل واحد بيقيس حسب الطريقة بتاعته وايه هي افضل طريقة. طبعا في ساعات في طرق بتكون غلط، وانا هقولك الطرق الغلط ازاي والمكثف ده مفروض يتقاس بايه. فالفيديو ده خلي بالك منه وركز في الكلام اللي انا بقوله، وهقولك الثلاث طرق عشان تعرف الطريقة الصح، عشان لما يجي صنايعي او فني يجي يقيس لك مكثف ولا يقيس لك حاجة تبقى انت برضو واقف معاه بس فاهم هو بيعمل ايه، عشان ما يدخلكش في قصة غير القصة بتاعتك. ممكن يبقى مشكلة عندك بسيطة تلاقي نفسك داخل في جير بوكس، داخل في موتور، والمشكلة مش كده خالص. فتعالى بقى نبتدي ونشوف الايه. ادي مكثف معانا او الكباستور ايا كان المسمى بتاعه بالنسبه لك. يعني في ناس بتقول عليه كباستور وفي ناس بتقول عليه مكثف، مش هتفرق معانا كتير. الاتنين دول زي بعض، المكثفين دول زي بعض. ده 20 ميكرو فاراد اهو زي ما انتم شايفين، وده 20 ميكرو فاراد. واحد هيقول لي طب الحجم ده، بص الحجم مختلف، ملناش دعوه بالحجم. لو هو قد كده، لو هو قد كده مش هتفرق معانا ولا الشكل ولا الحجم، الاتنين هيتقاسوا بنفس الطريقه والاتنين نفس القدرة، دول نفس القدرة بتاعتهم، نفس السعة، أي 20 ميكرو فاراد وده 20 ميكرو فاراد. ده لو 30 ميكرو فاراد يبقى 30 ميكرو فاراد حسب ما مكتوب عليه، تمام كده؟ يبقى كده أول حاجة فهمنا. طيب الناس اللي أول طريقة الناس بتقيس إزاي بقى؟ في ناس بتروح جايبة كابل، ده كابل عادي أهو، سلك عادي، سلك كهرباء، طالع منه الطرفين العاديين، بيجيب طرف هنا بيوصله كده، والطرف التاني بيوصله كده، تمام كده؟ ادي الطرفين وصلهم في ايه؟ في المكثف. طبعا ده السلك، دي الفيشة بتاعت السلك، بيروح جايب الفيشة دي وموصلها بالكهرباء اللي هي ال 220 بتاعت البيت او بتاعت المحل ايا كان، الكهرباء العادية، بيروح حاطط الفيشة في الكهرباء، وطبعا بيكون سايب المكثف ده كده، بيسيبه دقيقة، وبعد كده بيفصل الكهرباء وبيروح جايب مفك ويروح عامل قفلة بين الطرفين، مفك تكون بإيد عازلة
او ايد خشب وبيروح جاي ماسك وكده وعامل قفله بين الطرفين او ببنسه او باي حاجه. المهم ان هو بيعمل قفله بين الطرفين دول، بتلاقي المكثف راح جاي ايه مفرقع، عامل صوت فرقعه هنا اهو كده، اول ما يلمس الشحنه بتاعته يروح عامل صوت فرقعه ومطلع ايه شرار. تمام، يقول لك كده انا فرغت لك الشحنه. طب المكثف ده باشا شغال، يروح يقول لك المكثف ده شغال. طيب انت مش عارف المشكله في ايه، طيب انت بتاخد كلامه وبتقول له طب تمام كده يعني كده المكثف ده ما فيهوش مشكله. لا طب الساعه بتاعته كام؟ يقول لك يا باشا شغال. طب هو كام يا باشا شغال؟ طب لا انت ماشي شغال، هو كام بقى؟ ما اعرفش هو كام، ما هو مش هيقول لك هو كام عشان هو اصلا ما يعرفش هو كام. تمام، طيب دي اول طريقه، ودي طبعا طريقه غلط. بدل انا ما عرفتش المكثف ده الساعه بتاعته كام، هو 15 هو 14 هو 11 هو 20 هو 19، بدل ما عرفتش هو الساعه بتاعته انا عارف الساعه 20، ما اعرفش دلوقتي هو قايس كام، يبقى كده دي طبعا الطريقه دي غلط ما تنفعش. بدل ما عرفتش هو الساعه بتاعته كام يبقى الطريقه دي غلط. تمام، تاني طريقه الناس اللي بتقيس بالسريه. السريه بتيجي تنور لك اللمبه ضعيفه او اللمبه قويه. تمام، السريه ليها استخدامات كتير كويسه، ولكن مش مع المكثف او الكباستور. ما ينفعش تقيس بيها مكثف او كباستور السريه، لا السريه ممكن تقيس بيها سرعه، درجات المروحه بتشوف بيها السرعات، ليها استخدامات. مش هقول لك ان هي مش حلوه وما لا، هي ليها استخدامات، وفي حاجات استخدمها في السريه وما استخدمش فيها الافوميتر، وفي حاجات استخدم فيها الافوميتر ما استخدمش فيها السريه. الكباستور ده يتقاس بالافوميتر، ما يتقاس ولا بسيريا ولا بسلك. تمام كده، دول التلات طرق برضو، عشان السيريا مش هتوضح لنا القياس بتاعه هو جايب كام، مش هتوضح لنا، هتنور لنا اللمبة ضعيفة بتاع لكن مش هتوضح، يبقى برضو هنسيبنا من السيريا. فخلينا بقى في ايه، في الافوميتر. الافوميتر هو ده الطريقة الصح، لما حد يكلمني ويقول لي انا قست المكثف يبقى انا قسته بالافوميتر، اقول له هو كام وقاري معاك كام، اعرف هو ضعيف ولا قوي. طيب بنقيسه ازاي؟ اول حاجه ادي الافوميتر معانا اهو، الافوميتر اللي معانا ده ادي حرف الاف ده اللي هو الميكرو فاراد. تمام، ده بيقيس معانا لحد ايه؟ لحد 200 ميكرو فاراد اهو، اعلى حاجه في الافوميتر اللي معانا ده 200 ميكرو فاراد. لو الكباستور ده او المكثف ده 250 210 220 مش هينفع اقيس بيه، مش هينفع اقيس بيه على الافوميتر ده، لازم يكون في افوميتر اعلى من 200. يبقى انا اشوف المكثف اللي معايا ونعرف نقيسه ازاي. تمام، طيب ده طبعا 20 فهينفع يتقاس معانا، دي التوصيله بتاعه قياس المكثف والميكروفراد كده، احنا موصلين هنقيس ميكروفراد. تمام، هنجيب بقى المؤشر، احنا معانا الساعة دي كام؟ قلنا الساعة دي 20 وده 20. تمام، يبقى احنا هنا عندنا 20، ما ينفعش اجيب على 2، عندنا فوق الاتنين 20 ميكرو فاراد وعندنا 200 ميكرو فاراد. طيب ده لو كان 21 ما ينفعش احطه على 20، لو هو 25 ميكرو فاراد، لو هو 24 ميكرو فاراد ما ينفعش احطه على 20، لازم احطه على 200. طب هو 20 ممكن احطه على 20، بدل هو 20 مش اكتر من 20، لو اكتر من 20 احط على 200. انت ممكن برضو تقيس على 20 وممكن تقيس على 200، يعني انت هو 20 ممكن تحط على 200 وتقيس عادي مفيش مشكله، هيقيس معاك. طيب هنشغل بقى كده، احنا كده عاملين على 200 اهو، هنجيب طرف هنا وطرف هنا اهو كده، تمام الساعه بتاعته 20 وهو قاري معايا 20 اهو، يبقى المكثف ده ما فيهوش مشكلة. انت كده طبعا عرفت الرقم بتاعه ده 20 وقاري معاك 20، لما حد هيسألك المكثف ده كام هتقول له 20 وقاري معايا 20 المكثف ده. تمام كده عرفنا. طيب ده برضو قلنا احنا 20، هنشوف هيقرا معانا كام. انا ما حركتش حاجة طبعا، انا شلت بس بدلت المكثف لكن ما حركتش اي حاجة في الافوميتر. بص قاري معانا كام، قاري معانا 11 و9 11 و8 اهو، وهو مفروض الساعة بتاعته 20 زي التاني،
يبقى كده المكثف ده ايه؟ ضعيف. المكثف ده كده ضعيف. هو بيقول لك يزيد 5 او يقل 5. طبعا 20 وهو ار 11، فالمكثف ده بالنسبة لي كده مش نافع، مش هينفع اركبه تاني في الغسالة، هيخلي الغسالة معايا ضعيفة، ويسبب اما الحلة او الريشة لو هو راكب في غسالة اوتوماتيك هيخلي الغسالة الاوتوماتيك الحلة بتاعتها تلف بطيء جدا، ولو راكب في غسالة فوق اوتوماتيك هيخلي الريشة بتاعت الحلة بطيئة. تمام، يبقى احنا كده عرفنا المكثف ده ضعيف والمكثف ده كويس. حد هيجي يقول لي طب الاربع اطراف، الاربع اطراف دول زي بعض، يعني ده زي ده، ممكن تحط هنا اهو على ده كده اهو هيقرا معاك، وممكن تحط ده على ده هيقرا معاك، الاتنين دول واحد مفيش فرق بينهم، يعني الطرفين دول هما طرف يعتبر. وبكده يكون عرفنا ازاي تقدر تقيس المكثف بنفسك بكل سهولة، وتعرف ازاي الطريقة الانسب ان انت تقيس بيها المكثف، الطريقة الصح اللي تقدر تحدد ان سواء المكثف ده بايظ او ده بايظ، عشان احنا قلنا كل الطرق، يعني المكثف اللي معانا ضعيف ده لو قسته بالسيريا محدش هيعرف ويقول المكثف ده شغال، ولو عملت برضه بالكابل فرقعة برضه هيبان ان المكثف ده شغال وهيفرقع وكل حاجة والدنيا تمام، لكن هو اصلا ضعيف مش هينفع معايا، ما ينفعش اركبه تاني في الغسالة، ده هيخلي الغسالة تلف بطيء، وهفضل انا الف حوالين نفسي واقول المشكلة في الموتور، واخلع الموتور اجربه، والمشكلة في الجير بوكس، وافضل ادور طب المشكلة في ايه، وهو المشكلة تكون حاجة بسيطة بس انا اللي ما قست الصح، عشان كده لففت نفسي ودوخت نفسي، وممكن ادبس واحد في حاجة مش بايظة. فياريت تاخد بالك وتعرف ازاي الطريقة الصح اللي بيتقاس بيها مكثف، ما تقس بسيريا، ما تقس بسلك، قيس بالافوميتر، هي دي الطريقة الصح اللي يبان معاك المكثف سليم او بايظ. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة، ياريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي، ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة هتلاقي فيديوهات كتير زي ما انت شايفين لحل مشاكل جميع الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية، ولو عندك مشكلة ومش لاقي لها فيديو على القناة اكتب لي في اي كومنت، وباذن الله هحاول اتواصل معاك احللك مشكلتك او انزلك فيديو لحل مشكلتك. يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناة تعمل بنفسك. سلام.